أول بزنس موديل سويتوه حق بيمز كان فاشل. وهم بدر كان كم كان عمرك يعني ممكن تسوي ابلكيشنز؟ يعني أنا تعلمت ديفلوبمنت بعمر 12 سنة. بس من وينتك الفكرة إن أنا بيكون منتج؟ ما أدري كذي سبحان الله هذا إلهام من الله. بهالعمر هذا ما أقدر أقول لك هذا من وين يعني. رضيات. أغلى آب بعتوه. أغلى آب كنا 8000 دينار 9000 دينار كان. شلون خالفتوا آب؟ من حط راسه براس آب. إيه. هو ما حطينا راسنا براسهم بس تعرف اللي. لعبت عقاب. من تحت لتحت شوية. ليش لعبت عقاب؟ أول شهر 2000 دينار. 2 مليون دولار. 2 مليون دولار. Worth of online courses. Yes. صافية. Thank you. برافو. الله بالخير يا جماعة الخير، حياكم الله معانا في حلقة جديدة. بيمز، بدر ويوسف مؤسسين هذه الشركة الجميلة، شنو قصتهم؟ شلون بدأوا؟ شنو فكرتهم؟ بلشوا عمرهم 19 سنة، اليوم عمرهم 25 سنة فقط، وشركتهم تقدر ب... تبوا تعرفون؟ خلنا نسألهم أول 10 أسئلة، أسئلة صح وغلط، 10 أسئلة لازم تجاوبونها في 60 ثانية فقط. تدرون وانا قايل لكم قبل التصوير عندكم كرتين، عندكم كرت الابيض والكرت الاحمر. اذا سالتكم سؤال ما تبون تجاوبونه رفعوا لي الكرت الاحمر ولكم حق استخدامه مره واحده فقط. اما الكرت الابيض تستعمله كثر ما تبي، بس كل مره تستخدمه راح تدفع 100 دينار كويتي 300 دولار تبرع لجهه خيريه من اختيارك. تم. جاهزين. السؤال الاول، قيمه الشركه اليوم تتجاوز 15 مليون دولار. صح. بيمز هي أول شركة تعليمية يتم الاستثمار فيها في الكويت. صح. مدخولكم الشهري يتجاوز 1 مليون دولار. غلط. دخولكم إلى السوق السعودي قرار خاطئ. لا مو خاطئ. أبداً مو خاطئ. أنتم أصغر رواد أعمال في الكويت يتم الاستثمار بشركتكم. صحيح. بيمز دخل السوق البولندي. لا غلط. الصح شنو؟ ترك إن شاء الله. بإذن الله. تركت الدراسة وركزتوا على البزنس فقط. يوسف ترك الدراسة وركز على البزنس. بدر وازن ما بين الدراسة والبزنس. نعم. أول بزنس موديل سويتوه حق بيمز كان فاشل. صح. بيمز اليوم موجود في 7 دول. غلط. عندكم اليوم أكثر من 300 موظف. لا. صح. الحين عدينا 70 موظف. 70 موظف. ما شاء الله أرقام جميلة. خلصنا أسئلتنا، ندخل مع بعض بالعمي. رحنا. جاهزين. يوسف الحسيني، CEO and co-founder of Bames.com. معكم أخوكم بدر الرشيد، CTO and co-founder of Bames. Bames هو تطبيق وموقع إلكتروني حق طلبة الجامعة والمرحلة الثانوية، حيث إنهم يشوفون موادهم الدراسية بأي وقت بأي مكان دون مدة زمنية محدودة، يعني نتفليكس حق الدراسة. كان 400 دينار تقريبا، يعني 1000 دولار وشوية، هذا اللي بدأنا فيه البزنس. اليوم الحمد لله وصلت قيمة الشركة إلى 15 مليون دولار. بعد التخرج كان عندنا 14 موظف فقط، اليوم عندنا أكثر من 70 موظف في 5 دول مختلفة من 15 جنسية مختلفة. صراحة يعني برنامج رختر توك أثر فينا وايد بشكل كبير، بحيث أن بعض المراحل تحتاج أنك تشجع نفسك بنفسك، فكان فقط أنك تأخذ الإلهام والشغف من الناس اللي استضافهم بنبيل من خلال رختر توك، فكنا دائما يشجع، كان فيها تشجيع بطريقة غير مباشرة. فشكرا لستاف رختر توك وبنبيل على جهودكم الدائمة في تشجيع الشباب. راح ابدي مع يوسف. ابي تاخذني معاك بالرحلة من لما كنتوا طلبة، اعماركم 19، شلون بدت معاكم هذه الفكرة وشلون شنو صار بالضبط؟ حلوين. وقتها انا وبدر كنا نسوي تطبيقات للايفون حق الناس، فاشتغلنا وكان في مدخول جيد الحمد لله يعني بالنسبة حق طلبة جامعة، فشهرياً كان يدخلنا مبلغ عالي مقارنة بالجميع. كم يعني تقريباً؟
يعني قاعد تتكلم طلبة جامعة 200 دينار عانتهم يتخلهم 2000-3000 دينار شهرياً لما تسوي applications حق الناس. فمرت ستة شهر. هذا أول مشروع سويته؟ أو هذا أول شيء سويته أنت؟ مو أول شيء، هو في أيام ثانوي أول شيء مع بعض، يعني هني تعرفت على بدر. زين؟ وقبلها سويت أشياء؟ قبل كانت فيه طبعا مواقع اي كوميرس وابلكيشنز، يعني كنت اسوي ابلكيشنز بروحي. وهم بدر كان كم كان عمرك يعني لما كنت تسوي ابلكيشنز؟ يعني انا تعلمت ديفلوبمنت بعمر 12 سنه، فكنت اسوي برامج. شلون تعلمت عمرك 12 سنه؟ سيلف ليرنينج، يعني ما كان في محتوى عربي وايد، فكان في محتوى انجليزي. زين، فكنت يوتيوب، وفي موقع اسمه كان ليندا، فكنت اشوف وايد يعني وايد فيديوهات وكورسات. وهم كان في كورسات موجوده اونلاين، يعني ابل كانوا يحطون فيديوهات ايضا وقتها. بس شو اللي وداك هناك؟ يعني عمرك 12 سنه، الطبيعي ان الواحد يبي يلعب، يبي يركض، يلعب كره. يعني شو اللي خلاك تروح صوب الكودينج وليندا وتتعلم على برمجه؟ هذا ستيف جوبز. والله ستيف جوبز هذا. انا شريت اول ايفون لي، شريت ايفون 3GS، تمام، 2009. يعني كان ما حد يعرف شنو يعني ايفون، كانت حزت البي بي ام، وكانوا الناس ما يعرفون يعني كلش مر عليهم سالفه الايفون. فكنت حتى ادش مثلا محلات تليفونات اقول لهم ابي كفر ايفون، ابي برامج ايفون، يقولون لي شنو يعني ايفون؟ مو ماكو، ما صدق. يقولون لي شنو يعني ايفون؟ هذا ب 2009. كم عمرك بدل على الوقت؟ 2009 عمري 13 سنه، 96 انا، ف 2009. فاللي صار لنا شفت في الايفون شيء اسمه اب ستور، وفي برامج الناس مسوينها والناس قاعدين يطلعون فلوس، وناس كانوا بعمري يعني او 14-15 سنه اكبر مني بشوي، وقاعدين يطلعون فلوس، قاعدين يغيرون حياه الناس. فقلت انزين، ليش ما انا اتعلم؟ ليش انا بس كونسيومر؟ ليش ما اصير انا اعطي الناس شيء دي كونسيومت، اصير انا اللي اسوي الشيء؟ منتج بالضبط، اصير انا المنتج الى منتج بالضبط. بس من وين جتك الفكره ان انا بكون منتج؟ ما ادري، كذي سبحان الله، هذا الهام من الله بهالعمر هذا، ما اقدر اقول لك هذا من وين يعني. فجاه كذي، باي ذا واي، كان في واحد ملهم بالنسبه لي، عبد الرحمن الزنكي الله يذكره بالخير. انزين، كان اكبر مني بسنه سنتين، وكان يسوي برامج للايفون، بس هذا مو ب 2009، هذا ب 2011-2012 تقريبا. والهمني وايد، وحتى دشيت معاه كورس من الكورسات. والله اي نعم، دشيت معاه، كانوا مسوين مع واحده من شركات الاتصالات جايبينه. فانت شفته عجبك، قلت انا بعد اقدر اصير، ابي اصير منتج، ما ابي اصير مستهلك. Exactly. شنو صار بعدين؟ اللي صار بعدين، واحد من عيال خالتي يفهم بالبرمجه وكذي، فكلمته قلت له تكفى ابي ادش بهالمجال هذا، ما اعرف ولا شيء، صفر، انا جاي صفر، حتى رياضيات ما اعرف 12 سنه. انزين، فبلش وياي، علمني الاساسيات كلها. طبعا طولت على ما تعلمت، لان يعني البرمجه في وايد منها رياضيات، في وايد منها معادلات وما اعرف ايش، وانا بذاك العمر ما كنت ماخذ كل هالكم من المعلومات. فطولت على ما انا تعلمت، تقريبا قعدت 6-7 شهور على ما تعلمت C++، عقبها بعد 5 شهور ثانيه على ما تعلمت PHP اللي هي لغه البرمجه اللي الحين قايم عليها بيمز اصلا الباك اند مالنا. شنو لغه البرمجه؟ PHP اسمها حاليا الباك اند مالنا. ليش هذه هي لغه البرمجه مالتكم؟ اول شيء التالنت بول على قولتهم وايد في PHP، وايد ناس يعرفون PHP. فاحنا الحين اي احد يشوفنا وده يسوي ابلكيشن ماله نقول استخدم PHP. ممكن لان طبعا ليش تختار لغه؟ لان في وايد ناس، وايد مبرمجين يعرفونها. يس. فبالتالي اسهل عليك بالتوظيف. اسهل عليك بمعرفه، يعني شلون اقول لك، لما تدور على سؤال بجوجل مثلا راح تلاقي وايد ناس سالين نفس السؤال مالك. فتحصل المعلومات بسرعه، ما تطول بحل المشاكل اللي تحوشك. ف PHP، بايثون، نود جي اس، كل هذا جميل جدا للباك اند. اي سنه تعرفتوا على بعض؟ ثاني سنه بالجامعه. لا، اول كلاس كالكلس اي الساعه 9. ووقتها يعني هو كان يسوي برامج وانا فقلنا له طبقتوا. قلنا يبا تي شلون؟ يعني انا حاب الشغل معاك كل شيء، ايش رايك نشتغل مع بعض ونشتغل مع حقنا؟ فخلاص، فقمنا نقسم البرامج، انت تمسك جزء وانا امسك جزء. لما يجيكم احد يبي يسوي اب مثلا، اي تقاسمون الكودينج؟ اي تقاسم الكودينج. وتقاسمون الفلوس؟ والفلوس كل شيء. yes. ها كل شيء نتقاسم. اغلى اب بعتوه؟ اغلى اب كنا 8000 دينار 9000 دينار كان. 9000 دينار. وشباب بالجامعه عمركم كم يعني؟ بالجامعه كان اي. يعني هذا 18 17 18 سنه. اي تو فريش بالجامعه. ايش كثر ياخذ منك وقت كودينج؟ هذا منا شهرين ثلاثه. عاده كل برنامج كذي ياخذ. بس تدري في مشاكل ويلك يقول لك عدل. يعني اذا بشهرين تسوي لك 8، هذه 4 بالشهر معاش وزير يعني. اي صح؟ شوف طبعا هالنوع من البزنس عايشين ملوك. شوف هالنوع من البزنس يطلع فلوس، ما اقول لك ما طلع فلوس. لكن هذا سيرفيس بيس بالنهايه، انت قاعد مثل يعني تؤجر وقتك لمقابل عملك بالنهايه. زين، فمو شيء يبقى ويكمل معك. بعدين تلاقي المتعه لما المنتج ينزل، يعني لما تشتغل على تطبيق وينزل في الاب ستور،
بعدين تشوف نجاح هذا التطبيق ويكمل وتحس انك خلاص ما صرت جزء، مو جزء منه انت خلاص، يعني قطعت العلاقة بعد نزول التطبيق. مع ان الوناسة هناك تطور وتكمل يعني، والمتعة انك يعني صح انت فت الناس لكن بالنهاية خلاص انتهى الموضوع ووقف. اي يعني عادي الشخص هذا يشتغل مع حد ثاني. فاشتغلنا على كذا تطبيق، قلنا ليه متى بنشتغل حق الناس؟ وما عليه صح استانسنا تعلمنا كان في مدخول وكل شيء، لكن الحين الوقت ان نسوي شيء حق نفسنا. كان تطلع بيمز. طلعت بيمز. شلون طلعت بيمز؟ خذني هناك. ايه بلش انت ليه فقرت ان بنحول. ايه روح. شوف لان انا تعلمت اونلاين وبعدين طبقت على ارض الواقع، فكنت وايد معجب بالمحتوى اللي موجود. شيء وايد ينقصنا في الوطن العربي، ما في محتوى عربي، يعني المحتوى العربي اليوم عالميا اللي قاعد نسويه هو محاوله لسد هذه الفجوه. تخيل يعني المحتوى اللي موجود بالعالم الحين المحتوى العربي اقل من 1%. فقلنا تدري شلون؟ شنو احسن موقع بالعالم؟ اذكر كان في يودمي. الحين اليودمي شايف الحين يودمي مدرجه في البورصه. مدرجه. يودمي حق اللي ما يعرف هي عباره عن موقع الكتروني في الاف الدورات. صح. والدورات $9 كنت تشتري دوره يعني. صح. $12 $10 والدورات مو بهالجوده يعني، واحد يصور بتليفونه واحد يصور كل واحد يصور بالطريقه اللي هو يبيها. ممتاز. فقلت انت انا ابي اسوي يودمي للعرب. للعرب للعرب محتوى عربي. تي شلون هذه بدايه بيمز. اي ولا تصعب الامور، كوبي بيست هذا بالانجليزي. اي سنه الحكي هذا؟ 2015. تجربة المستخدم والواجهة التطبيق من أهم أسباب نجاح وفشل المشاريع التقنية، فلا تسترخص استثمارك في الواجهة المستخدم بحيث ما يساوي أو يزيد اهتمام عن البنية التحتية والبرمجة. أعلنا 9/9/2016 وناسة أعلان وكل شيء. بعتوا؟ ما بعنا، نزلنا محتوى استانسنا. حباط. مر شهر دينار يا جماعة، دينار تبيع. ماكو فلوس. شهرين ثلاثة أشهر زدنا محتوى. المهم كلمنا واحدة بالسعودية الله يذكرها بالخير وكانت تعطي دورات في الصحة، سوت محتوى خاص حق بيمز والحمد لله. هني أذكر أول مبالغ، يعني أذكر أول 300 دينار تدش بشهر كانت غير. منو هذه؟ اسمها نوف، مدربة في يعني كانت طالبة، هم طالبة في الجامعة زين، فطلعت مدخول من خلال بيمز خلال دورات أونلاين. وهي تسوق تسويق من طرفه وطرفنا يعني، بس ان هي اكثر شيء بينكم ديل في نسبه. اي نسبه لكم نسبه لها. احنا نموذج العمل عندنا بسيط جدا، نوقع مثل عقد حصري ما بيننا وبين المدرس او الانستراكتور، وله نسبه واحنا لنا نسبه. اوكي شنو النسبه كانت؟ كان 50-50 بس غالبا نعطي 60 للمدرس و40 لنا، نعطي دائما الاغلبيه. احنا نشيل لك البرمجه واللويا والقصه كل كلها، كل شيء ياخذ انت بس كونتنت وسوق. بالضبط بالضبط بالضبط. فمشى الشهر اللي بعده ما في سيلز خلاص. مرت 6 أشهر اقول حق بدر، انا متبدر يقول لي والله خلينا نشوف لنا شيء ثاني. خلاص يعني انا متمسك، ما نجحنا يعني. انا كذي حسيت انه يعني انه مو راضيه تمشي السالفه، وفي شيء كنت دائما اقول له اياه انه this is not a need، اللي قاعدين نسويه ما هو حاجه. It's a want. ممكن واحد يبي يتعلم شلون يحسب كالوري، ممكن واحد يبي يتعلم فوتوشوب، بس مو بالضروره يبي فوتوشوب. درس عظيم هذا. فهذا اللي احنا، واحنا كنا نمر بنيدز خياليه واحنا بالجامعه، كنا نمر باشياء يا اخي محتاجين ندرس يعني سولف ا بروبلم. تبي تنجح exactly. تبي تنجح في عالم البزنس، حل مشكله او قدم قيمه. اكزاكتلي exactly. صح. فانت اللي قاعد تسويه، انت قاعد تحاول انك انت تحل مشكله موجوده اوريدي في كوميونتي معروف. اللي صار انه قعدنا نشوف النيدز عاد اللي احنا فيها، وكنا بوقتها هذا احنا الى الان طلبه وإلى الآن ناخذ كلاسات ونروح حق مدرسين برا، لأن بالجامعة ما تكفيك الكلاسات اللي بالجامعة، تحتاج أن أنت تروح إلى مدرسين برا الجامعة في معاهد وغيره على أساس أن أنت تقدر تدرس. فلما نكلم المدرسين هذولي يا مثلا ما عندهم وقت، يا وايد غالين، فعليهم طق خيالي، عليهم زحمة، فأنت كطالب ما تحصل أصلا الفرصة أن أنت تروح حق المدرس هذا، وخصوصا جامعتنا أغلبها بنات، فيصير يسوون الكلاسات فقط بنات ما يدخلون شباب وياهم، فأنت ما تجيك الفرصة كشاب أصلا. انسى، ما تحصل مدرس، ما تحصل مدرس. وبعدين والبنات في بعضهم ما يسوقون، الطلبه في بعضهم ما يسوقون. شفتوا ان في مشكله؟ شفنا ان في مشكله خياليه صارني. كان نقول، قلت حق يوسف يا حبيبي ليش ما نحول بيمز وبالكورسات اللي فيه نحولها الى كورسات دراسيه، كورسات اكاديميه، مو كورسات تعليميه في برامج اخرى. يعني بدل ما احنا نصير مكان دورات حق الكل والجميع، نبي نتخصص. وي ونت تو نيش داون اكزاكتلي.
وهذا كونسبت وايد حلو يا جماعه، نيشينج داون، انك تتخصص حق شيء واحد فقط. يس. حق الطلبه في الجامعه. في الجامعه. نعم. وحق بعض المواد اللي يحتاجون فيها توترز. يعني شوف، تختار جامعه كليه بعدين مواد من التوب فيها، يعني فيري فيري نيش. طبعا بدر اول مره قال لك الفكره؟ قلت له لا ما ينفع. فوقتها بدر قال اسمع، احنا بالنهايه سالنا الطلبه، زين، سوينا سيرفي حق الطلبه واكثر من 500 طالب شارك بالسيرفي هذا، استبيان نسال فيه الطلبه احتياجاتهم واشياء معينه قبل ما نحول بيمز حق مساله الدراسه. فانت انتم من مدرسه السيرفيز؟ طبعا. سووا يجيب معلومات يعني جماعه الدبدوب مثلا قالوا لنا في حلقتهم لا just do it. Just do it. لا احنا ليوم if you believe it، انت من المجتمع وشايف المشكله توكل على الله. عبد الرحمن الطيفي بعد توكل على الله. توكل على الله، بس شوف احنا بالنهايه يعني مهندسين، زين، توكل على الله مع نسبة نجاح معينة أكبر. حلو. يعني بنقول حق المشاهد إن ليس هناك طريقة واحدة إنك تنجح في مشروعك. ممكن تكون أنت شخصيتك تبي معلومات، ممكن شخصيتك ودها إنك تجرب. There is no one way of doing things. فعلًا. صح. وإحنا جربنا في البداية أصلاً قبل ما we pivot، جربناها كذي من غير ولا شيء. قلنا هالمرة خلنا على حدث بالضبط. فيبقى بشوف شو السالفة. بعدين صار معك. خلنا أقول لك ليش مهم مسألة الاستبيان، لأن من مسألة الاستبيان عرفنا الأسعار المناسبة. زين. وعرفنا منو المدرسين اللي الطلبة يروحوا لهم، زين، فهني قلنا خلاص. فقال لي بدر عندي أحد المدرسين الله يذكره بالخير، يعني من الأشخاص، طبعا شخصين هذيل جدا مهمين يعني وشيء أساسي في نجاح بيمز بعد توفيق رب العالمين وجهود الفريق، مهندس سلطان السفير وخالد الباش. مهندس سلطان السفير هو أول شخص انضم حق بيمز، زين. مهندس سلطان هو اختار طريقة التصوير عندنا، زين، وآمن بالفكرة، هو مهندس خالد، إنزين، وصور. والمهندس سلطان من الناس رقم واحد في الرياضيات، إنزين، فالشخص هذا كل الناس يروحون له، كان جدا صعب إقناعه. فقال خلاص يا جماعة، فبدر كلمه، إنزين، واقتنع إنه ينضم لنا. تخيل ريسك، أنا بمشهور بالأوفلاين وبحط أونلاين، يعني ما أدري الناس وقتها ما تدفع حق الأبستور دولار، بتدفع. فكان ريسك، فقالت شلون؟ كان جرب معاكم. بالنسبة حق المهندس خالد الباش، بدري يقول لنا قصتنا مع مهندس خالد الباش، لأنه ليومك هذا ما يعني خالد الباش سوى لنا شيء عظيم جدا سوى. جدا جدا. خالد الباش أنا كنت كل يوم بعد الصلاة أقعد وياه في ستاربكس، دائما أواجهه هناك. صديقك يعني؟ مو صديقي، بس درسني قبلها، تمام، درسني ب 2014 وهالحكي هذا ب 2000 ونهاية 2016 بداية 2017. حلو. تمام. فكان مدرسني وكنت دائما اشوفه في ستاربكس، فاقعد وياه اسولف وياه. سلم عليه. شلونك؟ شو الاخبار؟ ما اعرف ايش. بيوم من الايام قلنا له مهندس ترى عندنا فكره وهذا اللي نبي نسويه، وهو مدرسني وهو الى الان مستمر في التدريس. فقلت له ايش رايك؟ كان يقول لي بدر اقول لك شيء، ترى هذا المستقبل. وهذا الحكي قاله لي قبل كورونا، هذا 2017. ها. ان المستقبل ترى التدريس اونلاين راح يصير. فقلت له شلون؟ قال لي انا وياكم بالنسبه اللي تبونها. هو من نفسه بالنسبه اللي تبونها. وقال لي تدري شلون بعد؟ عندي مكتب في غرفه انا ما ابيها، حياكم تعالوا اخذوا الغرفه هذه ببلاش، ما ابي منكم ولا فلس. صوروا سووا اللي تبونه، حطوا عدتكم، حطوا تصويركم، حطوا كاميراتكم، حطوا فلاشاتكم، سووا اللي تبونه، ما ابي منكم ولا فلس. الله. وكورسين بعد اللانش سنه كامله، كورسين وصيفي بعد اللانش ما اخذ ولا فلس منه. قال الفلوس هذه كلها حلال عليكم، كبروا البزنس، ابي اشوفكم فوق. سنة كامل. خالد الباش على راسي والله. خالد الباش يستاهل. لا وحشة، من زمان عنه، من زمان ما شفنا. اي والله يستاهل. فأعطانا المكان، صار التصوير كله هناك، وانطلق بيمز من هناك بحلته الجديدة مالت التعليم الأكاديمي. مع توجه العالم إلى القنوات الإلكترونية، ننصح المبادر لتسويق فكرة المشروع من خلال تصميم موقع وتطبيق إلكتروني بهدف زيادة الانتشار وزيادة المبيعات. وفي بيتك نتميز بتقديم أحدث الخدمات الإلكترونية ونقاط البيع لتمكين المشروع بتقديم أفضل خدمات لعملائه. أول يوم، أو مو أول يوم، أول أسبوع دراسة بالكورس الثاني اللي هو، لأن احنا في النص الأول من 2017، خذينا بوث في الجامعة جبال المبنى بالضبط مال العلوم، وقعدنا نعلم. كان للحين ما في آب ولا في لا iOS ولا أندرويد، كان فقط موقع. الموقع يشتغل على الiOS والأندرويد بس، لكن كان موقع فقط. بدينا نوري الناس، بدينا
نقول لهم ترى في شيء اسمه بيمز، بدينا نوزع بروشورات، صار المكان لونه ازرق على اخضر، لون القديم مال بيمز، تمام؟ هني عم بلشت. اذا الانطلاقه تساوي منتج وتسويق. يس. صح؟ يس. حق اي احد قاعد يشوفنا، اتعب على المنتج، جهزه، سوق عدل. صح؟ فانت جهزت المنتج، غيرتوا شويه بيفتس، شفتونا المدرسين، تارجت اودينس هذول الطلبه اللي هم راح يشتركون معنا موجودين في هذا المكان، اذا انا بحط بوث قدامهم ما راح اضيع فلوسي واحط بالبورد بالشوارع ولا احط على باص، فاروح المكان اللي فيه زبوني، وهذا وايد مهم بالاستراتيجيه، لما تعرف زبونك يسهل عليك التسويق وايد، تعرف وين تلقاه. فانت رحتوا خذيتوا بوث ولقيتوهم مكان واحد، مكان صار بعدين اقول لك بدينا نوزع عليهم، وبعدين عاد بلشت المبيعات مع يوسف. صار معنا عطني ارقام. شوف احلى يعني انت لما تدش على شهر قبل كان عندك 300 دينار انزين، وتدخل اول اسبوع 500 دينار غير. قلت حق بدر لحظه ان الامور قاعد تمشي يا اخي، انت لك نظره لحظه. انا غلطان زين، انا غلطان، عرفت انك غلط. بلاها خلينا نركز هنا، 500 دينار اول شهر 2000 دينار يا يعني حفله صفقه حفله. برافو 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 يعني لحظه قلت له 2000 دينار 2000 دينار يعني انت الحين اول كورسين، كورس الثالث، كورس الرابع، كورس الخامس، ارقامكم طبعا ازدياد يعني. شهر اول 2000، شهر ثاني كم؟ 3000. شهر الثالث طبعا نزل. قول. لان قول رقم تقريبا 1800 احباط. ليش؟ خلني اقول لك شغله. لا ما يخالف، احباط اي احباط، الناس تعرف انها السالفه مو كذي احباط، بس بزنسنا كذي، بزنسنا كذي سيزونال وايد، لان خلص الكورس خلص منو يبي يدرس. وانزين الحين مبيعات حلوين، الصيف صيفي، طلبه اقل، ماكو فلوس اقل. كنا يبي لها اعاده جدوله، يبي لها تفكير صاير زين الصيف. اي يب محتوى زياده. احنا بلشنا بثلاث مواد، كيمياء، رياضيات، وفيزياء، بس اربع سي بلس بلس، عمر سي بلس بلس، عمر ابراهيم. اصعب مواد، اصعب مواد، اي اربع مواد سي بلس بلس، مواد اساسيه زين، مواد اساسيه. طلبه العلوم كذي تخصصتوا علوم الهندسه، ليش ليش حيل. قلنا حق بدر اسمع، الصيفي هذا ماكو صيفي، نشتغل كودينج، روح اشتغل ومور انستراكترز. فقمنا نكلم، اذكر بالصيف هذا انضم لنا ون اوف اور توب انستراكترز فواز الخطيب، كان توب يشرح اوتوكاد، ف نفس الشيء كان جدا داعم. حبيبي خالد باختصار، بيمز هي عباره عن موقع الكتروني وقتها، صح، دورات بس حق الطلبه اكاديمي لطلبه الجامعه. ايه. في جامعه الكويت. دست انت دكاتره زياده، وانت ايش سويت؟ وانا دست بالبرمجه، نبي نخلص الاب قبل شهر 9، قبل ما يبلش الكورس الدراسي الجاي، عشان خلاص بس ما عندنا خلاص الاب، ما اخذنا صيفي. كم انستراكتر يبنى؟ يبنى اربع انستراكترز زياده، صار سبعة. كان رقم كبير لان المحتوى وايد اصلا، فكان وايد صعب اصلا. وهني بلشنا، وظفنا اول شخص مونتاج. بلشنا الهايرنج الحين زين. اول موظف هذا، اول موظف كان مال مونتاج من احد خذيناه من احد المواقع، كان وقتها في موقع اسمه ستودنت هب زين، فخاص حق طلبه الجامعه، حق صديقي خالد المطوع زين. فقال جرب يوسف تحصل، وصدق حصلنا طالب يشتغل بالجامعه العربيه، طالب يدرس بجامعه عربيه مفتوحه زين، اسمه عبد الله مشرف، ده اليوم ويانا، لا يومك معانا، والحين هو هدف المونتاج عندنا بالتيم. ف كم انستراكتر صار معكم؟ سبعة. سبعة. وهنيك اشتغل على الكودينج، صار شهر 9 يو لونش تاجين. يس. بيزات. شوف بيزات قامت، شوف انا اقول لك كم انهينا 2017 من شهر 3 لنهايته. 2017 انهيناها ب 29800 دينار. الله. زين، ب 2018 سوينا مكتب بمصر. زين، كنت اسافر كل ويك، اخلص من محاضرتي الخميس اروح المطار وارد الاحد الصبح 11. وظفتوا مبرمجين كودرز؟ اي إيه. خذينا يمكن تقريبا 11 رحله على اساس نوظف الاشخاص هذيل. كوست زين. خذينا مكتب بالمعادي بمصر، وحطينا موظفين ممتازين، فصار في كوست. 2018 انا تخرجت نهايه 2018، تخرجت من 2018 عندنا 14 موظف فل تايم. ليه طلبة جامعه؟ أنا معلوماتي وصلتني إن خالفتوا بعض القوانين مال شركة آبل وشالوكم من التطبيق. يس، شالونا من الأب ستور، شالوا تطبيقنا من الأب ستور بكبره مرتين. شلون خالفتوا آبل؟ من يحط راسه براس آبل؟ إيه، هو ما حطينا راسنا براسهم، بس تعرف اللي لعبتوا على القوانين من تحت لتحت شوية. ليش لعبتوا على القوانين؟ شوف، آبل يأخذون من كل بيمنت يصير عن طريق الان اب بيرتشس، اللي يسمونه الان اب بيرتشس، اللي هو يطلع لك هذا من تحت وتسوي سكان حق وجهك. آبل يأخذون 30%. شريك يعني. شريك وياك،
واحنا اوريدي اصلا شريك بالريفنيو بعد حتى مو بالبروفيت. اي بالريفنيو من الاساس، من راس مرفوع ياخذون 30%، انت يبقى لك 70%، هال 70 بتشاركها مع المدرس اصلا. عرفت بعض المدرسين غير التكاليف وموظفين، غير التكاليف غير الدنيا المدرس، فاحنا صار يقول لك حق انك تتحايل على ابل. اي للاسف احنا ما عندنا مشكله ابل تاخذ 5%، تاخذ 10%، اما انت انتوا لما سويتوا تطبيق تدرون ان القانون هذا موجود؟ لا كنا ما ندري، احنا في البدايه كنا ما ندري ابدا، وكنا ترى مسوينا كان كينت بالبدايه صح. انزين كان موقع، كان موقع والاب سويناه كينت، واول شيء انقبل كذي، بعدين بالثاني ابديت ثالث ابديت كان يقولون ابل هوب ترى ما يصير لازم تغيرونه كله تسوونه ان اب بيرتشز. يعني هذا قانون جديد من ابل؟ ما كان قانون جديد، بس ساعات ابل بالريفيو على حسب الشخص اللي قاعد يسوي ريفيو على الاب مالك، يا اما يفوت لك يا اما ما ادري شنو، في ناس ما يسوون ريفيو من قلب، عرفت في عندهم يعني على حسب الشخص اللي قاعد يسوي. فبعدين الثاني هذا صادنا الحجر زين، الحجر بالكويتي حجر بالش اسمه شنو، حجر اللي هو الانسان شديد المراقبه. ثبت منه فورتنايت، يوم ابل خسرت القضيه مالت فورتنايت، ابل تعميم بالعالم كله شددوا، دشوا على الكود كامل مال التطبيق، قال اسمع حبيبي هذا وورنينج، ندري انك قاعد تستخدم بيمنت ثاني وما ماكو مشكله، لانه وايد ناس دز وورنينج حق الكل، الكل مئات الاف التطبيقات قاعد يسوون الشيء هذا، كانوا يسوون مثلنا. ايه يعني كان المتعارف عليه، متعارف انك انت يعني متعارف تشوف لك لفه يعني. اوكي متعارف وفي قصص وايد حول الموضوع ما راح اطرق لها. انزين اوبر مشت على الموضوع هذا، كان عندهم سبسكريبشن معين، ابل طوفوا لهم اياه، ناس وناس. نتفلكس الى اليوم ترى ماشيين على هال، يعني ابل عندها نظام الواسطه. اكيد يس. واسطه كل مكان يس. مع الناس زين. الكبار يعني احنا في عالمنا العربي نلوم انفسنا ساعات ان احنا على تصرفاتنا، لكن ونشوف الغرب انه هو يعني متقدم، بس ابل عندها عندهم متوسطين حق نتفلكس وسبوتيفاي. عندك مشروع او حابب تبيع اونلاين، اختار المنصه الالكترونيه الانسب لك، واحرص على اختيار الشريك المالي اللي يدعم المنصه ووفر لك احتياجاتك واحتياجات مشروعك بطريقه سهله وسريعه وامنه، ويسهل طريقه الربط. كم مبيعاتكم اليوم؟ وهذا وحقنا قاعد توحد الحين. ما عليه. 2021 يعني رفلي مع الراوندينج 1.9 مليون. 2 مليون دولار. 2 مليون دولار. Worth of online courses. يس. صفقة. ثانك يو. برافو. أدري معاكم انفسترز. صح. متى دخلوا معاكم انفسترز؟ متى بلشوا يدشون؟ 2020. بلشوا معانا في 2020. منو أول انفستر؟ الوزارة التعليمية وسيدز بارتنرز. كانوا إضافة. شوف. كان عندنا هيكل للاستثمار، رقم واحد ان شخص يكون في مجال التعليم زين، الرقم الثاني ان شخص يكون عنده كونكشن، الرقم الثالث شخص عنده خبره في المال والعلاقات، الرقم الرابع واحد عنده فلوس زين. كل مستثمريننا بما يسمى اوبريترز، يعني ما هو مستثمر وقاط فلوسه، لا شفس معاك وشغال. لا شغال. جميل اللي قاعد تسوونه، وايد حلو، دايركشن جميل، فالويشن جميل، شخصياتكم جميلة، روحكم جميلة، ما استعملتوا ولا كارت متفاجئ بس يعني حساسة والله كنا نبي نتبرع، والله نبي نتبرع. انتم انزين يصير تبرع زيادة بس جزاك الله خير. انزين الحين احنا راح نروح حق فقرة أخيرة اسمها كلمة بكلمة. حلو؟ جاهزين؟ أنا بقول لك كلمة وبيك تقول لي شنو تعني لك هذه الكلمة. حلوين؟ عمرك 13 سنة. طموح. أول مشروع. حب. كودينج. هوايتي. بزنس. لايف ستايل. بيمز. عمري. بيمز. The future and beyond. العالم العربي. نبي نوصله كله بصراحة. اسطنبول. كيس ستادي. الشباب. مساكين. الشباب. عماد المستقبل. رسالة إلى شباب الوطن العربي. Don't stop. Nothing can stop you على قولتهم. لا توقف. طير، روح، جابل طموحك، لا تخلي أحد يوقفك يا حبيبي. You can do it. أخاف. لا ماكو شيء. يمكن أخسر. لازم تخسر. ما عندي رأس مال اللي عندك. ما حد عنده إياه. ما عندي الإعانة اللي عندك إياها من الجامعة. كلمنا نعطيك. Start with what you have. Start with what you currently have. بلشنا بالشيء اللي بلش باللي عندك. بلش باللي عندك إياه. ما عندي شيء. ما يصير قاعد بروحك كذي ما عندك شيء، حتى اللي قاعد بالبر ما عنده شيء. You can. تقدر تزرع شيء وتبيعه. وإذا وصل لمرحلة معناته خوفه موقفة. Exactly. ولازم تخاف، ما يصير ما تخاف. إذا ما تخاف معناته مو شيء جديد اللي قاعد تسويه، ما قاعد تجرب شيء أنت.
مكانك راوح، روح معقول. الحياة ماراثون، طيح قوم طيح تقوم، بس خط النهاية طويل، في ناس راح يسبقونك، لا توقف. ولكن هذه يقولها شاعر زين العابدين: سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي. خل انت اخلق المفتاح هذا، ضيق خوف نجاح شنو يقولون الناس، انت اللي تحدد مسارك. بدر يوسف شباب مثل الورد، نقول عمارهم 25 سنة، شركتهم تقدر ب 5 ملايين دينار كويتي، 15 مليون دولار ما شاء الله. بدأوا من عمر 19 وهم طلبة في الجامعة، رسالة يعني نجاحهم بحد ذاته رسالة إلى كل الشباب، إلى كل البنات، إلى كل الناس اللي قاعد تشوف هذه الحلقة، إنه أنت بعد تقدر. هذا جوهر هذه الحلقة وجوهر هذا البرنامج. إذا عندكم فكرة، سؤال، اقتراح، كتبوا لنا في التعليقات تحت ونشوفكم في الحلقات القادمة.